نجم شيرين رضا منورانا على شاشة عمان تي في. يعني ده أول لقاء بيجمعنا بحضرتك وإحنا في غاية السعادة. لا مش أول لقاء، ده كان أول لقاء. أول لقاء على الريد كاربت. أول لقاء فيس تو فيس. أول لقاء في الهوتيل. أبرز ردود الأفعال اللي أنتي أخدتيها على فيلم قمر 14 بعد عرضه أول امبارح في السينما؟ الناس كانت مبسوطة قوي، يعني لقيت الجمهور سقف وكان مبسوط وكله كان بيضحك وكله جه قال مبروك، وحتى انتوا الصحفيين كنتوا لزاز وظراف ومبسوطين، صح؟ مش سهلين انتوا سلوكك. هل فكرة وجود الفيلم بوجود اكتر من قصة حب ده عشان يسهل مفهوم الحب يعني عند الناس؟ لا، اصل قصص الحب احنا هو دي قصة محمود زهران، وهو شايف انه هي دي فكرته، انه يقدم عن الحب، عن مشاكل الحب والوجع واللي بيحصل فيه والتضحية. الحب مش سهل، ف كان لطيف ولا ايه؟ كان لطيف طبعا. اول اكتر كومنت لفت انتباهي بعد ما خرجنا من الفيلم كان عودة البوس للسينما. لا مش بوس، هو مش بوس، وانا كنت حابة ان احنا نأجل كلام في حاجات علشان الجمهور يروح السينما، لانه احلى حاجة انت ممكن تتفرج على الفيلم على شاشة كبيرة، فاحنا ما نفضل نحرق في احداث الفيلم وايه اللي حصل وبتاع، الجمهور هيروح ليه؟ هيستنى بقى لما ينزل على منصة من المنصات او ينزل مضروب على سي دي ويتفرج عليه، فاهم؟ فأحب إنه الفيلم ده، لأنه فيلم لذيذ، فيلم حلو، فيلم بيقدم نماذج الحب الكتيرة، فأحب إنه الجمهور يروح يتفرج عليه في السينما. شيرين، فقدان الأب دايما بيبقى صعب، إزاي قدرتي تتجاوزي محنة فقدانك لوالدك؟ علشان هو رباني إن أنا أبقى جامدة، وإن أنا أعرف أستمر، وإن أنا هيفضل هو دايما جوايا في عقلي، الكلام اللي قالهولي، الكلام اللي علمهولي، بس هو فيزيكلي مش موجود، فمضايقه بس يعني حكم الحمل. ايه من النصائح اللي اداهالك بتنقليها لبنتك نور؟ لا حاجات كتير قوي، يعني بابايا من وانا صغيره علمني، يعني ما جاتش مثلا ايه وانا عندي 13 14 سنه عاملني كطفله، لا هو دايما كان بيعاملني ككبيره. انا هديكي الثقه ان انت تتصرفي في الموقف ده، هديكي الثقه ان انت تروحي المكان الفلاني، هديكي الثقه ان انت تعملي اللي انت عاوزه تعمليه، عشان انت لازم تبقي قد مسؤوليه نفسك، لانه انا مش هكون موجود على طول، وانت لازم تفكري، ولازم يعني كل الحاجات دي انا بطبقها مع بنتي بصراحه. دي الاستقلاليه اللي فيها نور عمرو دياب دلوقتي. مظبوط. ارائك الجريئه ما بتخافيش انها يعني تخليك تخسري جمهورك احيانا؟ لا، انا بشوف ان الكذب هو اللي بيخلي الواحد يخسر الجمهور، فلو في حد ما بقاش جمهوري فهو اصلا ما كانش جمهوري. لما السوشيال ميديا وقعت، انت اصلا من نشطاء تويتر، انت موجوده على تويتر طول الوقت، لما يبقى عندك راي عايزه تقوليه عايزه تعمليه، عملتي ايه في الوقت اللي السوشيال ميديا وقعت فيها 6 ساعات؟ ضحكت، لاني ما تخيلتش في عمر من ساعه لما طلع لنا فيسبوك ما كنتش فاهمة أهميته. أنت فاهم إن في الناس خسروا بلايين، في بلايين من الخسارة. أنا بتكلم عن نفسي، أنا شخصيا أنا فيسبوك بالنسبة لي بقى صفحة وفيات، على شوية نكت، على ناس بتكتب شوية كلام لذيذ، على ناس سخيفة. ما كنتش فاهمة اللي ورا فيسبوك، فده فتح عيني على حاجة غريبة جدا. الحمد لله تويتر ما وقعش. كان عجبني المبادرة أو رأيك في موضوع اللي هو لما اللي اتعملت في لبنان، اللي هو تزوجني بدون مهر، ولما قلت إن أنت كان مهرك ربع جنيه، أنت كان مهرك ربع جنيه يا شيرين؟ أيوة طبعا مهري كان ربع جنيه، أنا ما كذبتش والله. عارف إنك مش بتكذبي يعني، بس الموضوع عمل حالة دهشة كده عند الناس كلها، إن شيرين رضا مهرها كان ربع جنيه. لا، هي الفلوس مش مهمة، يعني مهري المفروض يكون كام؟ مليون جنيه؟ هل كفاية مليون جنيه؟ 10 مليون دولار كفاية؟ 100 مليون دولار كفاية؟ مين اللي عنده الفلوس دي كلها عشان يعملها في مهر بس؟ ما ده كلام مش معقول. والحاجات اللي بتطلب على في ناس، في ستات بتدخل السجن عشان تجوز بناتها، هل ده يعقل؟ هل ده يعقل ان واحدة بتتجوز جديد عندها 200 كوباية؟ ده انا عمري كله ما عنديش 200 كوبايه في البيت.
30 بطانية، ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ فأنا معرفش، أنا سمعت زي ما أنتوا سمعتوا مبادرة البنات اللبنانيات تزوجني بدون مهر، أنا معرفش حقيقة الكلام ده، بس ياريت يبقى حقيقة وياريت إحنا نتعلم منه، لأن اللي بيحصل ده في منتهى العبث. آخر حاجة، زرت الأردن قبل كده ولا؟ آه طبعاً رحت كتير. طبعك عنها وعن نفسك؟ بحب العقبة وبحب عمان قوي، رحت كذا مرة. نورتين جداً.